بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 99. إن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رغب الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الصدقات وإعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين وحذر من الربا وبين عقوبة المرابين، ذكر في هذه الآية الكريمة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ذكر الفرق بين الأمرين. فالصدقات يربيها الله جل وعلا لصاحبها ويضاعفها أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. في هذه الآية يربي الصدقات يعني يزيدها، وفي الحديث من تصدق ولو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. عدل التمرة يعني وزن التمرة يكون عند الله مثل الجبل العظيم. فهذا معنى قوله تعالى يربي الصدقات. يمحق الربا، يمحق الربا، المحق معناه الإزالة والإتلاف حتى لا يبقى له أثر. والمحق هنا يعني المحق بالإتلاف، فالله جل وعلا يسلط على أموال المرابين ما يتلفها من الكوارث والنكبات كالحريق والغرق والعواصف، ويسلط عليها السراق والظلمة فيستولون عليها عقوبة للمرابي. هذا محق للمقدار. والنوع الثاني محق للبركة،
فقد يبقى المال المجموع من الربا ويتضخم ويكون أرصدة كبيرة، لكن ليس فيه بركة على صاحبه، لا ينتفع به، لا يتصدق منه، بل لا ينفق على نفسه منه ولا على أولاده، لأنه يصاب بالجشع، صاب بالجشع وحب الجمع وما يسمونه بتثمير الأموال واستثمارها، يسمونه الاستثمار وهو في الحقيقة الاستدمار، استثمار الربوي، يتضخم فتنة لأصحابه، لكنهم يصبحون عنده كالحراس لا ينتفعون به، وإنما يحرسونه ويتعبون في متابعته وتنميته والخوف عليه، فلا يقر لهم قرار ولا ينتفعون به في الدنيا، وإذا ماتوا صار عذابا عليهم في الآخرة، فهذا محق البركة. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا، ونحن نشاهد المرابين لهم أموال، لهم أرصدة ضخمة ولم تمحق، فنقول لهم لم تمحق بمعنى الإتلاف، ولكنها ممحوقة من ناحية البركة وانتفاع صاحبها منها، فهي ممحوقة، وتكدسها ونموها تضخمها عذاب، عذاب عليه. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون، هي عذاب على أصحابها، وأيضا تضخمها زيادة في عذابهم في الآخرة، لو كانت قليلة صار عذابها أخف، لكن إذا كانت أرصدة ضخمة وأموال طائلة فهذا يشدد عذاب أصحابها يوم القيامة. فالمرابي ليس في خير أبدا. يمحق الله الربا ويربي، أي يزيد ويضاعف الصدقات، والله لا يحب كل كفار، كل كفار أثيم، مبالغة في الكفر، والكفر معناه كفر النعمة، ليس الكفر الاعتقادي. فالمرابي لا يكفر ما دام لم يستحل الربا وإنما يتعامل به وهو يعترف أنه حرام، إنه لا يكفر بذلك كفرا اعتقاديا يخرج من الملة، لكنه يكفر النعمة، يكفر النعمة، نعمة ربه عليه، بخلاف المتصدق فإنه يشكر نعمة ربه عليه، وهذا يكفر نعمة ربه عليه فلا يتصدق ولا ينفق ولا ينفع أحدا، حتى نفسه لا ينفع نفسه ولا من تحت يده. أما إذا استحل الربا وقال الربا حلال كما قال الكفار، إنما البيع مثل الربا، فهذا يكفر الكفر الاعتقادي المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالذي يقول إن الربا
إنه وسيلة اقتصادية، ولا يقوم الاقتصاد إلا على الربا، والدول الكبرى يقوم اقتصادها على الربا وليس فيه شيء، هذا كافر الكفر الاعتقادي. أما الذي يعترف بتحريمه ويغلبه حب المال فيرابي، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، من أشد كبائر الذنوب، وهو كافر بنعمة الله عز وجل ومعرض للوعيد الشديد، فالخطر عظيم، الخطر عظيم جدا. والأثيم معناه الكثير الإثم، لأن المرابي إثمه كثير ليس قليلا. لماذا؟ لأن أكل الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وإثمها عظيم. وفي هذه الآية أن الله جل وعلا يبغض المرابين، يبغضهم ولا يحبهم، ومعنى هذا أنه يحب المتصدقين والمنفقين. والله جل وعلا يوصف بأنه يحب الأعمال الصالحة ويحب الصالحين، ويبغض الأعمال السيئة ويبغض العصاة من الكفار والمنافقين والفاسقين، فهو يحب ويبغض سبحانه وتعالى، صفتان من صفاته الفعلية تليقان بجلاله، ليس كحب المخلوق ولا كبغض المخلوق. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا أدخل الله هذه الآية بين آيات الربا؟ لماذا أدخل الله هذه الآية وذكرها بين آيات الربا؟ لأن المؤمن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، المؤمن يمنعه إيمانه من الربا، لأنه يؤمن بوعد الله ووعيده. فإذا كان إيمانه قويا إن ذلك يمنعه من الربا، أما إن كان إيمانه ضعيفا فإنه لا يمنعه من الربا ومن بقية الكبائر. ولذلك المعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة وهي كثيرة، فالذي يعمل الصالحات يتجنب السيئات، لا يجمع بين المتضادات. الذي يعمل الصالحات ويحبها ويرغب فيها يتجنب السيئات، ومن أعظمها الربا. وأقاموا الصلاة، الذي يحافظ على الصلاة ويقيمها يمتنع من الربا، بقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والربا من أعظم الفحشاء ومن أعظم المنكر، فالصلاة تمنعه. وآتوا الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فالذي يؤتي الزكاة لا يأخذ الربا، لأنه يعطي
ويتصدق فلا يأخذ الربا، فإعطاؤه الزكاة يدربه على فعل الخير وعلى ترك الحرام. الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الزكاة تطهر المال وتطهر المزكي، تطهره، ومن جملة ما تطهره منه تعامل بالربا. فإن كان يصلي ويرابي فهذا دليل على أنه لم يقم الصلاة، وإن كان يصلي فإنه لم يقم الصلاة على المطلوب، وإنما يصلي صورة. أما الذي يقيم الصلاة حقيقة كما شرعها الله فإنها تنهاه عن المرابة. وكذلك الذي يعطي الزكاة هذا تطيب نفسه بالمال ولا يكون شحيحا جموعا، وإنما الزكاة تدربه على فعل الخير والإنفاق، فلا يتصور منه أن يأخذ الربا. قال لهم أجرهم، لهم أجرهم عند من؟ عند ربهم. أجرهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الذي تكفل به؟ هو رب العالمين، هو رب العالمين الذي لا يضيع لديه عمل عامل. لهم أجرهم عند ربهم، هذه واحدة. ولا خوف عليهم، الخوف يكون من المستقبل، الخوف يكون من المستقبل، هذه الثانية. الثالثة ولا هم يحزنون، والحزن على الشيء الفايت، على الشيء الفايت. فهم لا خوف عليهم من المستقبل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف المرابي فإن الخطر محدق به الدنيا والآخرة، فهو واقع في الخوف والعياذ بالله. أما هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة فإنهم لا يخافون من المستقبل، واثقون بالله جل وعلا، يحسنون الظن بالله عز وجل، والله عند حسن ظن عبده به مع فعلهم لأسباب السعادة. آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهم بذلوا الأسباب، أسباب السعادة، الله جل وعلا لا يضيع أعمالهم ولا يقلل من أجورهم، بل يضاعفها أضعافا كثيرة، ويؤمنهم من الخوف، يؤمنهم من الخوف إذا خاف الناس، هم يكونون في أمن في الدنيا والآخرة. ولا يحزنون على ما أصابهم وما فاتهم، لأنهم واثقون بالله ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصابهم شيء إلا بقضاء الله وقدره، فهم لا يحزنون مما أصابهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أعاد سبحانه وتعالى، ثم أعاد سبحانه وتعالى التحذير من الربا وأمر بتركه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا، لماذا خاطب المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يصغون لنداء الله ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لماذا جاء بكلمة اتقوا الله ولم يقل يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا؟
قدم لذلك بمقدمة وهي قوله اتقوا الله، فإن الذي يتقي الله يمتثل أوامر الله. والتقوى معناها في اللغة أن تتخذ وقاية، أن تتخذ وقاية تقيك مما تكره، وقاية بينك وبين ما تكره. وأما في الشرع فالتقوى هي فعل أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن أعظم نواهيه بعد الشرك، من أعظم نواهيه بعد الشرك أكل الربا. اتقوا الله وذروا، أي اتركوا، اتركوا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا. سبق في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الذين كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية ثم نزل القرآن بتحريم الربا، فمن ترك الربا، ترك الربا فإن الله يغفر له ما حصل منه في الماضي قبل أن ينزل، ما أكله من الربا قبل أن ينزل تحريمه فإن الله يغفره له، يغفره له. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعفو الله عما سلف. ومن عاد إلى أخذ الربا بعد تحريمه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. وفي هذه الآية ذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا في ذمم الناس، ما بقي لكم من الربا في ذمم الناس. أما ما قبضتموه عن جهل وقبل نزول التحريم فهذا عفى الله عنه، له ما سلف. أما من تاب وله، من تاب من الربا والتعامل به لكن له ربا في ذمم الناس فإن الله أمر بتركه وعدم أخذه، عدم أخذه من هو في ذمته. وذروا ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا الذي تعاملتم به قبل أن ينزل تحريمه، اتركوه ولا تأخذوه. ذروا أي اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من ديون الربا، لأنه لا عذر لكم حينئذ بعد نزول القرآن بلوغ الموعظة، لا عذر لكم، اتركوه ولا تأخذوه لأنه حرام. فذروا ما بقي من الربا. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال ألا إن ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع لا يطالب به. وأول ربا، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس، ربا عمي العباس موضوع ولا يجوز أخذه. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بوعد الله ووعيده
في أول الآية يقول يا أيها الذين آمنوا، وفي ختامها يقول إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتجاوز أوامر الله ونواهيه، يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يقف عند حدود الله، هذا المؤمن. إذا كان إيمانه قويا، أما إذا كان إيمانه ضعيفا فقد يتجاوز شيئا من حدود الله لضعف إيمانه. فدل على أن الذي يتعامل بالربا بعد تحريمه وبعد أن سمع القرآن وبلغه القرآن واستمر يتعامل بالربا أنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، صريح هذه الآية. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا لم تتركوا ما بقي من الربا وأخذتموه واسترجعتموه من ذمم الناس بعدما بلغتكم حجة القرآن، فإن لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا يعني اعلموا، هذا إعلام من الله جل وعلا وإعلان منه للحرب على المرابين. فالمرابي محارب لله عز وجل، محارب لله، ومن حاربه الله هلك، لأن الله لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض، سلط عليهم جنوده، إما الظلمة والجبابرة، وإما أن يسلط عليهم ما يتلف أموالهم في البر أو في البحر من النكبات، وإما أن يسلط عليهم الأمراض الفتاكة في أبدانهم، أو يسلط الأمراض في أموالهم تصاب بالأمراض زروعهم وحروثهم والآفات، يصابون بالقحط والجذب، حبس الأمطار، يصابون بمصائب، يسلط الله عليهم جنوده سبحانه وتعالى، يسلط عليهم الدول الكافرة تجتاحهم، لأن الله جل وعلا يسلط عليهم سائر الجنود. هل يستطيع الإنسان أن يحارب الله؟ ماذا معه يحارب الله به؟ ما ليس معه شيء ولا يستطيع، حتى ولو كان من أقوى الملوك وعنده من الأسلحة والجنود الشيء العظيم، فإنه لا يقدر على محاربة الله. أين فرعون وجنوده وجبروته أمام جنود الله سبحانه وتعالى؟ جنود الله، الملائكة جنود الله، كل المخلوقات كلها جنود لله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض. فأين فرعون وجنوده؟ أين عاد وثمود؟ أين الذين كان لهم قوات، حتى إنهم قالوا من أشد منا؟ من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنتم تشاهدون وتسمعون الآن الكوارث والحروب وانحباس الأمطار، القحط والجدب، موت الأشجار وموت الزروع وغور الآبار والمياه، كل هذا من حرب الله للمرابين والعصاة، إنهم محاربون لله سبحانه وتعالى. أذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم
تبتم عن الربا وتركتموه فلكم رؤوس أموالكم. الربا اتركوه الزيادة، أما رؤوس أموالكم خذوها، فاسترجع من المدين استرجع رأس مالك فقط. فإذا أقرضته قرضا بزيادة، أقرضته قرضا بزيادة، فإن لك أن تسترجع رأس مالك فقط وتترك الزيادة. فالقروض الربوية لا يجوز أخذ مكاسبها وزياداتها، لا يجوز للمسلم، يجب عليه أن يتركها وأن يأخذ رأس ماله. ما يقول اتركوا كل أموالكم، لا، لا تظلمون، لا تظلمون المدينين تأخذون منهم زيادة بغير حق، ولا تظلمون فتحرمون من رؤوس أموالكم. هذا هو العدل، هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى. فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس ولا تظلمون بأن تمنعوا من أخذ رؤوس أموالكم. فالذي له معاملة ربوية فإنه يجب عليه أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك الزيادة الربوية. لكن يرد سؤال، وهو أن الإنسان إذا أخذ الربا وكان يرابي ويأخذ الربا وتجمع عنده أموال من الربا، ثم تاب إلى الله ماذا يصنع لهذه الأموال الربوية التي قبضها؟ يتخلص منها، الفتوى على أنه يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع للعامة، لعامة الناس، يضعها في مشاريع تنفع الناس ولا يعود إلى أخذ الربا، إنما فعل هذا من باب التخلص. أما من يقول أنا أتعامل بالربا ولا أخذه ولا أدخله في مالي، أنا أتصدق به، نقول لا، هذا حرام، لا يجوز لك. لكن الفتوى في من اجتمع عنده مال من الربا وتاب إلى الله قبضه، أما إذا كان ما قبضه فالله جل وعلا يقول ذروا ما بقي من الربا، لكن إذا قبضه فهذا يتخلص منه بوضعه في مشاريع تنفع عامة الناس، كالمال الذي ليس له مالك، كالمال الضائع الذي ليس له مالك، هذا يصرف في المصالح العامة مع توبة صاحبه إلى الله وعدم العود إليه، ولا يقول أنا بستثمر بالربا والفوائد أضعها في المشاريع، نقول لا، هذا حرام عليك، هذا حرام عليك. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، وإن كان المدين معسرا، المدين معسر ولا يستطيع السداد، كانوا في الجاهلية إذا حل الدين ولم يستطع السداد قالوا نزيده عليك ونجعل له أجلا آخر، نفسح في الأجل ونزيد عليك في الفائدة. هذا ربا الجاهلية، قلب الدين على المعسر، هذا ربا الجاهلية. إذا أعسر المدين قالوا لا بد أنك تسدد وإلا نزيد عليك المال ونزيد في الأجل، الله حرم هذا، قال وإن كان ذو عسرة لا تزد عليه المال مرة ثانية وتحمله ما لا يطيق، فنظرة إلى ميسر. أنت بين أمرين، إذا كان غريمك معسرا لا يستطيع السداد فأنت بين أمرين، إما أن تنظره نظرة إلى ميسرة بدون أنك تأخذ زيادة، نظرة إلى ميسرة، فالمعسر ينظر إلى أن يستطيع السداد،
الأمر الثاني أن تعفيه، تتصدق عليه وتعفيه من المال لأنه ضعيف وفقير ولا يستطيع، فعفوك عنه صدقة، عفوك عنه صدقة في سبيل الله عز وجل، يكتبها الله لك حسنة عنده. والعفو أحسن من الإنظار، وأن تصدقوا خير لكم، وإن تعفوا عن الدين على المعسر خير لكم من الإنظار إلى الميسرة، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ما أعد الله لمن أنظر معسرا أو عفى عنه ما له من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. يروى أن رجلا كان يداين الناس، كان يداين الناس، فالله جل وعلا قبضه وتوفي، قبضه الله وتوفي، قال لملائكته حاسبوه، حاسبوه، وقالوا له هل لك من حسنة؟ قال لا، إلا أني كنت أداين الناس فأعفو عن المحتاج والمعسر، أتجاوز عنه، أقول لعمالي تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فعفى الله عنه وأدخله الجنة بسبب أنه كان يعفو عن المعسرين ويسقط الدين عنهم، صار هذا سببا لدخوله الجنة. ولهذا قال وأن تصدقوا خير لكم من إنظار المعسر. أما إذا حل الدين وكان المدين قادرا على الوفاء لكنه مماطل، فهذا لا يجوز لك أنك تزيد الدين عليه، مثل المعسر لا تجوز زيادة الدين بحال من الأحوال، هذا يؤمر بالقضاء لأنه ما له عذر. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، حل عرضه وعقوبته، فهذا قادر على الوفاء، ولي الأمر يجبره على السداد، فإن أبى حبسه أو ضربه حتى يسدد، يحل عرضه وعقوبته، حل عرضه بالشكوى ويحل عقوبته بالتعزير على مماطلته، فهذا هو المدين عند حلول الدين. إن كان موسرا يلزم بالقضاء وتسديد الدين، وإن كان معسرا فإنه ينظر إلى ميسرة أو يعفى عنه من قبل صاحب الدين. هذا هو ما جاء به الإسلام في خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية، أنهم كانوا يزيدون الديون على العاجزين عن السداد، أو حتى القادرين على السداد، القادر على السداد يقول له تعال إما أن تسدد وإما أن أزيد عليك الدين. والآن بعض المفتونين من يدعون العلم، ممن يدعون العلم، يقولون الربا على نوعين، ربا استهلاكي هذا هو الحرام، وهو المرابات مع المعسر هذا حرام استهلاكي، وربا استثماري وهذا جائز، يقولون الربا الاستثماري هذا جائز. من أين أخذوا هذا التفصيل؟ الله حرم الربا مطلقا، توعد عليه، لا يجوز الربا بنوعيه الاستهلاكي ولا الاستثماري. أما من قسم الربا إلى جائز ومحرم فهذا محاد لله ولرسوله، وهذه فتوى باطلة وظالمة، فليحذر المسلم أن يغتر أو يسمع بهذه الفتوى فيغتر بها ويقول إنما يحرم الربا الاستهلاكي
وأما الربا الاستثماري فإنه حلال، يقول فلان كذا أفتى فلان بكذا، وإن أفتاك الناس وأفتوك ألا يجوز الفتوى التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز العمل بها. وإن كان ذو عسرة أي وجد، إن كان يعني وجد، وإن كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة من المدينين فنظرة، هذا أمر من الله، نظرة بمعنى أنظروه، نظرة إلى ميسرة إلى غنى، وأن تسقط الدين عنه وتتصدق عليه بذلك فهو خير لكم، خير لكم من الإنظار إن كنتم تعلمون. ثم ختم هذه الآيات، ختمها بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية عظيمة، آية ترهب القلوب. اتقوا يوما، احذروا واجعلوا وقاية من شر هذا اليوم بينكم وبين ما يحصل فيه من الأهوال، اتقوه، اعملوا وقاية تقيكم مما في هذا اليوم من الأهوال الخطرة والمهالك التي لا نجاة منها إلا بالإيمان والتقوى، إلا بالإيمان والتقوى. ما تنفعكم هذه الأموال التي جمعتموها من الربا ومن الحرام، لا تنفعكم في هذا اليوم، لا ينفعكم إلا الإيمان والطاعة والعمل الصالح والصدقات التي تقدمونها من كسب حلال هي التي تنفعكم في هذا اليوم. واتقوا يوما، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، وجاء به نكرة للتهويل، نكرة هنا للتهويل. اتقوا يوما شديدا هائلا ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله جميعا، لا يتخلف أحد ولا يهرب أحد، الخلائق من أولهم إلى آخرهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم المرابون في هذه الدنيا الذين أفلتوا من العقوبات، يقول أنا سلمت، ما راحت أموالي ولا أحد ظلمني فيها ولا ما جاءني عقوبات في الدنيا، لو جاء عقوبات في الدنيا كان أهون له، كان أهون له وأخف له، كونه يمهل إلى هذا اليوم هذا أشد والعياذ بالله. ترجعون فيه إلى الله أي تردون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس، تجزى جزاء الأوفى الوافي الذي ليس فيه نقص، ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون، لا يظلمون بأن يعذبوا على شيء لم يفعلوه، ولا يظلمون بأن ينقصوا شيئا من حسناتهم، فلا يظلم المعذب ويعذب بغير حق، ولا يظلم المحسن فيؤخذ شيء من حسناته، بل تضاعف له فضلا من الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تظلمون. قالوا إن هذه هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، آخر آية نزلت من القرآن الكريم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: كنت ساحرا ورأيت في منامي أنني في قدر فيه ماء يغلي ويقول لي أسجد لله، وأن أحدا ويقول لي أحد أسجد لله، وجاء شخص يقول له أسجد لله، أسجد أسجد يسجد السجود اسجد لله. نعم. وبعد أن استيقظت تبت إلى الله، فهل توبتي مقبولة؟ الحمد لله، هذه خير، هذا تحذير من الله وسبب خير لك، فتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فباب التوبة مفتوح، عليك بالتوبة إلى الله، وهذه الرؤيا سبب خير لك. نعم. ما حكم تعليق التمائم في السيارة والبيت لحفظ النفس والأهل من الجن؟ هذا شرك، تعليق التمائم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه يعتمد عليها في دفع الضرر ودفع العين ودفع الحسد كما يقولون، فهو لا يتوكل على الله، وإنما يتوكل على هذه الخرقة أو هذه الرقعة التي يعلقها. والتوكل عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي رواية: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لا تركه في دعة وسكون وعافية. فيجب إزالة هذه الحجب وهذه التمايم التي على الناس أو على السيارات أو على البيوت أو الدكاكين، كل هذا من أنواع الشرك. والمسلم يتوكل على الله ويعتمد على الله، ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله. وهذه التمائم من أمور الجاهلية. نحن مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، على الله توكلنا وعليه نتوكل، فلا نستعمل هذه الأشياء وهذه التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط، عاقد خيط على يده، قال: ما هذه؟ قال: من الحمى، من الواهنة، من الواهنة، يعني أعلقها علشان تمنع الواهنة يعني الحمى عني. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنها شرك. هذه أمور شركية، ويجب على من يتعاطاها أن يتوب إلى الله، ويجب على من علم حكمها أن يحذر الناس منها وأن يبلغ الناس عنها، ويجب منعها بتاتا، لا على السيارات ولا على غيرها. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تدخل الحرم لتنظر إلى الكعبة؟ لا يجوز للحائض أن تدخل كل المساجد، لا الحرم ولا غيره، لا يجوز للحائض. الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يدخل من عليه جنابة أو المرأة عليها حيض، لا تدخل المسجد للجلوس،
لا تدخل المسجد للجلوس، وإنما تدخله عابرة سبيل، تخرج تطلع تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر، أو لأخذ حاجة من المسجد وتخرج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، فأمرها أن تأتيه بالخمرة وهي فراش صغير أو نحو ذلك وهي حائض، لأنها لا تجلس وإنما تأخذها وتخرج. أما الجلوس والنظر إلى الكعبة كما تقول السائلة فلا يجوز هذا. نعم. يقول: هل الذي يدعو الأولياء لشفاء المرضى وجلب الرزق يعتبر شرك أكبر أم أصغر؟ الذي يدعو الأولياء لشفاء المرضى أو لجلب الرزق هذا شرك أكبر. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. لا يجوز دعاء غير الله عز وجل لجلب نفع أو لدفع ضر من الأموات والأولياء وغيرهم، هذا أعظم أنواع الشرك. نعم. يقول: أنا في بداية طلبي للعلم، فما هي نصيحتكم لي، وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ زادك الله رغبة في طلب العلم والخير، ولكن طلب العلم لا بد أن يكون على عالم، لا بد أن يكون على عالم تطلب العلم على يديه، إما في الحلق في المساجد، وإما في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، لا بد أن يكون طلب العلم على معلم حاذق متقن للعلم الذي تقرأه عليه. والكتب كثيرة ولله الحمد، المدرس الذي تقرأ عليه يختار لك ما يناسب. نعم. يقول: في بلدنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، فما حكم هذا العمل الذي نقوم به؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيرهم من مواليد الأولياء وغيرهم أو الملوك أو السادة، كل هذا من البدع في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، إنما حدث الاحتفال بالمولد بعد القرون المفضلة، بعد المئة الرابعة أو السادسة. فالاحتفال بالمولد بدعة، وذكر الله لا يحدد بالمولد، ذكر الله مطلوب في كل وقت وفي كل مكان، لا يحدد بيوم معين أو بيوم المولد أو ما أشبه ذلك. نعم. ما حكم كشف النساء لوجوههن؟ عند الرجال الذين ليسوا من محارمهن حرام، أما عند محارمهن فلا بأس، أما كشف وجوههن عند غير المحارم من الرجال فهو حرام. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن عن الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج أو العمرة، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. يقول: لقد أعطاني أحد من أصدقائي زكاة مال وقال لي وزعها للفقراء، فأخذت هذا المال لأن علي ديون لم أسددها، علما بأني محتاج إلى المال لتسديد الديون، هل ذلك جائز؟ يا أخي أنت وكيل، والوكيل أمين ولا يجوز له يتصرف
إلا حسب ما يقول له الموكل، وصاحبها أمرك أن توزعها فلا تأخذ لنفسك منها شيئا إلا بإذنه، لا تأخذ منها شيئا إلا بإذنه. وتسديد الديون إن كنت معسرا فلا بأس أن تأخذ من الزكاة وتسددها، لكن بإذن صاحب الزكاة. أما إن كنت موسرا فلا يجوز لك أخذ الزكاة لا للديون ولا لغيرها. نعم. هل يجوز التكرار في العمرة وما حكم السعي تطوعا؟ تكرار في العمرة يجوز لا مانع منه، لأنه لم يرد منع من التكرار، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، لكن ينبغي أن يكون بين العمرتين وقت، يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس ويكون فيه شيء يحلق أو يقصر، ما تكون العمر متقاربة. نعم. وأما السعي فلا يتطوع به أبدا، وإنما يطاف لحج أو عمرة، ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، ولا يتطوع به، هذا في الطواف، الطواف يتطوع به. نعم. ما حكم الرسوم المتحركة بدون موسيقى؟ لا تجوز الرسوم اللي على صور ذوات أرواح، التي على صور ذوات أرواح لا تجوز، متحركة وغير متحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأمر بطمس الصور، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يجوز استعمال الصور متحركة وغير متحركة، ولا بقاؤها في البيوت إلا إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة تداس أو يجلس عليها فلا بأس، أما أن تكون معلقة أو محفوظة بصناديق للذكريات أو هذا حرام، ولا تدخل الملائكة هذا البيت. نعم. يقول إذا صلى المسافر الظهر والعصر جمعا وقصرا وهو يعلم أنه سيصل إلى بيته قبل أذان العصر، فهل عليه أن يصلي العصر نافلة؟ ما دام أنه في الطريق يجوز له أنه يجمع ويقصر، ولو كان يغلب على ظنه أنه يصل في وقت العصر يجوز له، لكن كونه يصلي الظهر ويأجل العصر إلى أن يصل ويصليها في وقتها مع الجماعة هذا أفضل وأحسن، لكن الجواز جائز. نعم. يقول من جاء للعمرة وطاف ثم سعى ولم يشرب من ماء زمزم هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الشرب من ماء زمزم ليس واجبا، إنما هو سنة، إذا تركه ولا شيء عليه. نعم. يقول ما فضل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ورد فيها حديث وإن كان فيها مقال، لكن مجموعها يصلح للاستدلال، يستحب قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. يقول هل من نصيحة لمن ابتلي بالعادة السرية؟ النصيحة أن يتركها، لأنها حرام، يجب عليه التوبة إلى الله وعدم الرجوع إليها. نعم. هل يجوز للأب أن يأخذ نصف مهر ابنته، وإذا قالت له النصف حلال عليك هل يجوز له ذلك؟ للأب أن يأخذ من مهر بنته، للأب أن يأخذ من مهر بنته ومن مالها أيضا ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، الزايد عن حاجتها، والذي لا يضر بها له أن يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لا يجوز، أو زوجته، لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية، لأن هذا سبب للفتنة
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء حتى في البيعة، كان يبايعهن بالكلام بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. نعم. كثير من المسلمين يعتمرون ويحجون ويصلون مع المسلمين لكنهم يذبحون للجن، فما حكم هذا العمل؟ هذا يبطل حجهم وعمرتهم وجميع أعمالهم، لأن الشرك يحبط الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذبح للجن شرك، لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. فالذي يذبح للجن تقربا إليهم أو خوفا من شرهم أو لأجل أن يساعدوه على أو لأن يشفوا مريضة أو يخدموه في شيء، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. ما حكم بيع العملة القديمة بسعر عالي؟ بيع العملة بغير، يعني هذه العملة ملغاة ولا تستعمل؟ إن كانت ملغاة فلا بأس ببيعها، لأنها من باب المقتنيات فقط والأشياء القديمة للاحتفاظ بها للتاريخ، يجوز بيعها وهي ليست نقدا لأنها ملغاة. أما إذا كانت لا تستعمل على أنها نقد ما ألغيت، يجوز إن بيعت بجنسها فلا يجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل، لا بد من التقابض ولا بد من التماثل في المقدار إن كان العملة من جنس واحد، كريالات سعودية بريالات سعودية. أما إذا كانت العملة مختلفة كذهب بفضة أو ريال سعودي بدولار أمريكي أو غيره فيجوز التفاضل والزيادة، لكن لا يجوز النسيئة والدين فيها، لا بد أن تكون يدا بيد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. يقول: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لم يرد في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء إن النظر إلى الكعبة عبادة، وإنما هو في ظني استحسان من العوام. نعم. ما حكم من ترك الصيام بعض أيام شهر رمضان عمدا؟ هل يقضي تلك الأيام وهو لا يعرف عدد الأيام؟ نعم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذه الأيام، وإذا كانت من رمضانات قديمة فعليه مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم عن تأخير القضاء، ولا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان من غير عذر، عليه التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا، وعليه القضاء وعليه الإطعام إذا كان من رمضانات قبل رمضان الماضي.